السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ يا بتكونوا بخير وصحة وسلامة. تشوفوا هذا الفيديو اليوم، الفيديو بناء على اقتراح دعاء راح اصور لكم المكان اللي برسم فيه، ولكن المكان اللي برسم فيه ما كان نظيف، فقلت شو رايكم اصور فيديو وانا قاعده برتب المكان، ويعني منه بتتسلوا، منه بتشوفوا المكان اللي برسم فيه. المهم، اول شيء بديت في المكتب هذا اللي برسم فيه عاده. وهنا يعني اختي حطت هاي القزازة عشان نحط تحت اللون اللي بدنا اياه. يعني مثلا احنا جايبين اليوم نختار لون قماش تاني مختلف عن هذا اللون، فعادي بنشيل القماشة اللي تحت وبنحط القماشة التانية اللي بدنا اياها، يعني حسب المود يعني. المهم، فبدأت التنظيف هناك وزي هيك، ومسحت المنطقة وهيك ورتبتها. بعد هيك شو اسمه، شلت الالوان الاكريليك كلهم ونقلتهم للرف. الرف اختي برضو يعني صنعته، الحمد لله انا كل اشي اليوم برعاية اختي. اختي صنعت الرف هذا، كانت يعني في بالها كتير الفكرة، مع اني كنت من اشد المعارضين لهاي الفكرة، وكانت مش عجباني ابدا لانه انا اللي حفرت الحيطة. ويعني كان فيها شغل وكنت مش جايبة لاشتغل، وكانت ملك هي اللي جابت الخشبات ونحرتهم شو بحكوهم، خشبتهم. نشرتهم، فهي نشرتهم وقعدت هيك يعني طولت وهي قاعدة تنشر في الخشبات. المهم، وخزقنا الحيطة وركبنا هدول الرفوف. يعني الصراحة شكلهم طلع كتير حلو، لأنه عندنا كتير مجموعة كبيرة من الألوان تاعون الأكريليك، وما إلهم كان مكان، يعني كنا نحطهم في الدروج بعدين نضطر نجيبهم كل ما بدنا يعني نطلعهم، فكان مكانهم هناك كتير ممتاز. غير إنه بالنسبة لي ممتاز، بس بالنسبة لملاك مش ممتاز كتير، لأنه جايين فوق سريرها بالضبط. يعني لما باجي أخذ الألوان بعض الأحيان بوقع عليها مجموعة من الألوان، بتكون نايمة يعني، فبيوقع عليها كتير ألوان يعني. المهم، نيجي اخر اشي الدروج. في دروج فيهم كتير كراكيب صراحة، هم دروج يعني فيهم الوان وفيهم ادوات للرسم يعني شغلات زي هيك، ولكن يعني للتخزين بحط فيهم كل الالوان والحاجات، يعني كل اشي ما بنحتاجوش قدامنا على طول بيرتمى فيهم. وفي تحته درج تاني هو لأدوات الخياطة، ولكن في شوية أدوات يعني للرسم زي هيك، يعني الأدوات اللي شو بسموها للحرف اليدوية. فهذا برضو طلعنا أو طلعته يعني ومسحته، مسحت كل إشي جواته، طلعت كل إشي منه ومسحت الشغلات اللي فيه. بعد هيك شو اسمه حاولت أرتبه، لا حد يعتب علي يا جماعة، ما بعرفش أنا أرتب. يعني بتعرف هدول الدروس اللي بيكون هيك مرتبين كتير حلوين وهيك بتفتحيهم بيفتحوا النفس، لا الصراحة ما عرفت أرتبهم زي هيك، يعني مع إني كنت ناوي أرتبهم زي هيك ولكني ما عرفت، وهذا اللي طلع معي. بعد هيك خلاص بنكون هيك وصلنا لنهاية الفيديو، يعني فيديو خفيف لذيذ. وإذا عجبكم وحابين فيديوهات زي هيك كمان احكوا لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله أشوفكم الفيديوهات الجاي. يلا سلام. ياه الخرابيط تحفة تحفة فنية.